أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي بيت للكل. نحن ما زلنا معكم في الأردن، بيت الأردن الذي يحتضن كل الأخوة والأشقاء. نكمل معكم حلقات بيت الكل. هيا أنا سعيدة أنه هذه الحلقة من الأردن نتحدث فيها عن تمكين المرأة العربية. كثيرا ما تحدثنا عن تمكين المرأة المصرية في مصر، ولكن هذا الحديث اليوم عن المرأة الأردنية والمرأة العربية بالتالي وما تنجزه على الأرض من أشياء كثيرة جدا جميلة تعين دولتها وتعين الوطن العربي، وذلك أيضا إنجازات كبيرة جدا في الناحية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. المرأة العربية هي ضيفة بيت للكل. نعم شافكي، ومرة ثانية مشاهدينا اسمحوا لنا نرحب بأشقائنا وأحبائنا الإعلاميين من التلفزيون العراقي والتلفزيون المصري والتلفزيون الفلسطيني داخل بيتكم التلفزيون الأردني. أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا. كما قالت شافكي، هذه الحلقة هي للحديث عن المرأة العربية المتميزة. المرأة العربية قطعت أشواطا طويلة مشاهدينا لتخرج من ثوب النمطية إلى التميز، إلى الإنجاز، مما فتح لها الأبواب للمشاركة في كافة الأصعدة، سواء كانت السياسية، الاقتصادية وغيرها، في كافة المجالات. بالفعل حقيقة المرأة العربية في جميع بلداننا العربية أصبحت أيقونة مهمة من أيقونات السياسة والاجتماع والثقافة والأدب، تتصدر المشهد العربي بشكل كبير. وقضية تمكين المرأة نشاهد اليوم جميع المؤسسات في جميع الوزارات المتواجدة في بلداننا العربية، هناك قسم خاص لتمكين المرأة يستمر ويعطي الدعم المناسب والاستمرار في العطاء في جميع الميادين. حقيقة المرأة العربية أخذت اليوم دورها الحقيقي في قيادة الكثير من المراكز الحقيقية، وأيضا استلامها المناصب المهمة لإيصال صوت المرأة وأيضا حتى الدفاع عن حقوق الرجال في بعض الأحيان. نعم أحمد، وحتى نضيء اليوم على آثار التمكين الذي نالته المرأة العربية، نطوف وإياكم مشاهدينا الكرام في حلقة بيت للكل مع مفاهيم التمكين السياسي الاجتماعي والاقتصادي في مختلف بلداننا العربية، والتي تصب في صالح الأسرة ككل من حيث تحسين جودة الحياة وتعزيز الرفاهية. نتابع وإياكم هذا التقرير.